أخيرا عايز حضرتك تكرر مرة تانية الإعلان عن التسهيلات المقدمة والتخفيضات المقدمة لأعضاء النادي ولكل من يتابعنا الآن. طيب أنا يهمني أخيرا بس أن أنا أعلن على جماهير النادي الأهلي أن هم يقدروا يستفيدوا من خدمة استشارة. أول حاجة يعملوها أن هم ينزلوا التطبيق أو يستخدموا الويب سايت استشارة ESTSHARA استشارة ESTS H-A-R-A تمام، هيلاقوه على الجوجل بلاي أو بنتكلم على المتجر اللي يقدروا ينزلوا من عليه التطبيق أو يستخدم الويب سايت استشارة.com بالظبط. هيدخل البرومو كود، في برومو كود حالا هيطلع على الشاشة، البرومو كود ده فيه 500 واحد يقدر ان هو يستخدمه فور فري تماما، مش مطلوب منه اي حاجه. اول 500 واحد، اول 500 واحد يقدروا يستفيدوا منه اللي هيبداوا استخدامه على طول، اول 500 يوزر هيستخدموه فور فري. ده حقيقي مش لفتره زمنيه معينه، هيقدر ياخد مكالمه فور فري، والمكالمه دي بيقدر ان هو يستخدمها لمده شهر في اي وقت. الشهر يقدر ياخد مكالمه فور فري لمده شهر بالظبط. تمام، وعندنا البرومو كود التاني بقى بعد ال 500 دول، في بقى 1000 واحد يقدروا ياخدوا 50% خصم على الخدمه دي. 1000 غير ال 500 ولا تاني 500؟ لا لا، 1000 غير ال 500. 1000 غير ال 500. يعني ان شاء الله تبقوا موفقين وان الخدمات دي تلقى قبول، وانها كمان نشوف الخدمات دي بتلاقي ارتياح لدى الاعضاء في النادي الاهلي، وتكون كمان الخدمه المقدمه على مستوى تطلعات المسؤولين في مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي ومشاهدي القناه اللي تابعوا حضرتك في هذا الحوار. إن شاء الله تتكرر اللقاءات ونسعد بتقييم التجربة بعد فترة من تشغيلها إن شاء الله في النادي.